السلام عليكم. هنتكلم النهاردة عن المملكة الحيوانية، والمملكة الحيوانية بتنقسم حسب وجود العمود الفقري إلى حيوانات فقارية وحيوانات لا فقارية. يعني هل الحيوان يمتلك عمود فقري أو لا يمتلك عمود فقري؟ فأنا عندي يبقى الجزء الأولاني من المملكة الحيوانية هو الفقاريات، طبعا ده بيشمل الأسماك والبرمائيات والزواحف والطيور والثدييات. أما القسم الثاني هو قسم اللافقاريات، وبيشمل الجوفمعويات والأسفنجيات والديدان المفلطحة والديدان الأسطوانية والديدان الحلقية والرخويات والجلد شوكيات والقشريات وعديدة الأرجل والحشرات والعنكبوتيات. هنبدأ في أول شعبة في قسم اللافقاريات او الحيوانات اللافقارية، وهي شعبة الاسفنجيات او تسمى المثقبات. مثال عندنا هو اسفنج الحمام اللي هو موجود قدامنا بالشكل ده. بيكون الجسم طبعا هو دي حيوانات بتكون مائية تعيش ملتصقة او مثبتة على الصخور، وبيكون بها العديد من الثقوب، وده كان السبب ان احنا نسميها المثقبات. وطبعا بتعيش في شكل كولوني او مستعمرة، والهيكل بتاعها بيكون مكون من مادة الاسفنجين، ودي اللي بتدي لها المرونة ان احنا بنشوفها في اسفنج الحمام. الشعب رقم اثنين في الحيوانات اللافقارية هي شعبة الجوفمعويات. طبعا معظم حيواناتها بيعيش في مياه البحر، والقليل منها بيعيش في الفريش ووتر او الماء العذب. المثال عندنا على الجوفمعويات هو الهيدرا، والهيدرا طبعا هي بتبقى كائن وحيد بتعيش ملتصقة بالصخور والنباتات المائية. جسم زي ما هنشوف اسطواني قابل، طبعا عندها تمدد وانتناء عشان بيساعدها في الحركة او التشبث بالصخرة اللي هي مرتكزة عليها، ولها قرص قاعدي موجود في اسفل الجسم، وبها لوامس زي ما شايفين اهوت. ادي اللوامس الموجودة من 6 لـ 8 لوامس، دي لوامس. وبعد كده في عندنا ادي اللي هو القرص القاعدي اللي موجود في الاخر في قاعدة الجسم. وطبعا هي بتتكاثر تكاثر لا جنسي بالتبرعم، اهو نلاقي فيه برعم جانبي. طبعا كمان لازم نعرفين ان الهيدرا هو كائن بيحمل ثنائي المسكن، بيحمل الخصية والمبيض على نفس الكائن، فهو كائن خنثى. بعد كده في شعبة ثالثة تتبع الحيوانات اللافقارية، هي شعبة الديدان المفلطحة. الديدان المفلطحة عندنا مثال، طبعا هي بتشمل أكتر من مثال، هنتكلم عن المثال الأول وهو الدودة الكبدية الفشولة. طبعا الدودة الكبدية اللي احنا شايفين بتبقى موجودة بالشكل ده، يمكن رؤيتها بالعين المجردة، وبفحصها تحت الميكروسكوب هنلاقي إن تركيبيا هنلاقي عندها في ممص فمي وممص بطني، اهو ممصين فمي وبطني، وعندها امعاء صغيرة كده. كمان هنلاقي عندها ان هو كائن خنثى عنده الخصية والمبيض. طبعا من حيث بقى المعيشة هي بتعيش في لها عائلين، بعائل اساسي هو الانسان، وبتعيش في الانسان في القنوات الصفراوية الملاصقة للكبد، والعائل الثانوي بيكون هو احد القواقع وهو قوقع البولينس. وطبعا مشكلة الفشولة انها بتستقر في القنوات الصفراوية بتاعت الانسان الخاصة بالانسان، بتسبب التهاب وتليف في الكبد. شكرا لحسن استماعكم، ونلتقي في الدرس القادم، والسلام عليكم.